السلام عليكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم الى جولة جديدة في السودان هذا المساء. نستهل هذه الجولة بالعناوين. قادة دول عدم الانحياز يؤيدون مقترح رفع السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب. مجلس الأمن الدولي يؤكد أن دولتي السودان وجنوب السودان أقرب للتوصل إلى سلام دائم. فرنسا تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز التحديات الراهنة. أهلا بكم. أيدت مجموعة الدول المشاركة في قمة عدم الانحياز بمدينة باكو مقترح رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب، وشارك في الجلسة الافتتاحية اليوم رئيس المجلس السيادي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان الذي وصل إلى مدينة باكو يرافقه وفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والأمان العام لرئاسة الجمهورية. وامتنحت الاجتماعات الوزارية للقمة التطور الدستوري الذي نجم عن التغيير في السودان بالإضافة إلى تشكيل هياكل الحكم، وتستمر مشاركة السودان إلى ختام القمة المتوقع غدا السبت. شارك سعادة الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة في أعمال القمة لحركة عدم الانحياز والتي تنطلق بإذن الله غدا في مقر مركز المؤتمرات الدولية بباكو، وسيناقش المؤتمر عدد من القضايا اختتمت أمس. اليوم مساء اختتمت الأعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، وقد ألقى فيها السيد مندوب الدائم للسودان ممثلنا في حركة عدم الانحياز ألقى بيانا ضافيا نال رضا وموافقة الجميع. كانت الدول المجموعة قد أبدت تأييدا منقطع النظير لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجدت التغيير الجديد في السودان والتطور الدستوري وإنشاء هياكل الحكم وجدت تأييدا كبيرا. إن شاء الله سيشارك السيد رئيس مجلس السيادة ووفده في الاجتماعات خلال اليومين القادمين وصولا إلى اختتام ذلك يوم 26 أكتوبر بإذن الله. أكد مجلس الأمن الدولي أن دولتي السودان وجنوب السودان أقرب ما يكونان للتوصل إلى سلام دائم، وأشاد رئيس إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكرو باستمرار الشراكة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وقال إن التغييرات التي شهدتها الخرطوم تتيح فرصة للتقدم في العملية السياسية بشأن القضايا المتعلقة بحدود البلدين. وقدم جان بيير والمبعوث الخاص منطقة القرن الأفريقي بارفيا أونانجا تقريري إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول التطورات المتعلقة بالعملية السياسية بين الخرطوم وجوبا وتوفيق قوة الأمم المتحدة في منطقة أبيي المتنازع عليها يونيسفا والدعم المقدم لآلية الأمم المتحدة لمراقبة الحدود المشتركة. وفيما يتعلق بآلية الأمم المتحدة لمراقبة الحدود المشتركة بين الخرطوم وجوير، قال لاكرو إن هذه المؤسسة تطلع بدور مهم كمراقب يقوم ببناء الثقة بين كافة الأطراف. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انعقاد القمة الأفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الأفريقية وعقد مشاورات سنوية لوزير الخارجية الروسي ووزراء الخارجية بالدول الأفريقية. وقال بوتين خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام أعمال القمة الروسية الأفريقية بسوتشي والتي تعقد للمرة الأولى وشارك فيها السودان بوفد رأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال إن التعاون مع أفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين كل الأطراف، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تتمتع بميزة تنافسية وأنهم يعملون على مضاعفة حجم التبادل التجاري معها. وأضاف بوتين أن المنتدى فتح نوعا من العلاقة الجيدة بين روسيا وأفريقيا، مبينا أن أكثر من 40 دولة تم تمثيلها من الرؤساء الأفارقة وتم التوقيع على عدة اتفاقيات نتيجة للعمل المشترك. وأشار لعقد اتفاقيات أخرى تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
أعلنت دولة فرنسا دعمها للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز المرحلة الرهينة، وأكدت السفيرة الفرنسية في تصريح للشروق دعم بلادها لحكومة السودان خاصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وأعلنت عن دعم دولة فرنسا للسودان الجديد عن طريق الشراكات خاصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وأشارت للقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالرئيس الفرنسي، والذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي دعمه غير المشروط للحكومة السودانية، وأضافت أن الشعب السوداني أحدث تغييرا حقيقيا في ثورة ألهمت كل شعوب العالم. وتطرقت السفيرة لقدرة السودان في توفير الغذاء لكل دول الإقليم الأفريقي وتوفير الأمن الغذائي، وتعهدت بالدعم المتواصل للسودان وبرنامج الغذاء العالمي لخلق مستقبل أفضل بالسودان. دشن برنامج الغذاء العالمي بكوسي حملة التخزين الآمن بولاية النيل الأبيض، والتي ينفذها البرنامج بدعم من دولة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقال المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان كار ويليام عن تلقى مشروع مع بعض الحصاد لصغار المزارعين بالنيل الأبيض، الذي يهدف لتقليل فاقد الحصاد والمساهمة في زيادة دخل المزارعين والدخل القومي. وأضاف أن فاقد مع بعض الحصاد يصل بنسبة 30 إلى 40% بسبب التخزين غير السليم، ويشكل 800 ألف طن سنوية، أي ما يعادل مليار دولار ويكفي حاجة 6 ملايين جائع. وأكد أن خطة برنامج الغذاء العالمي تتناسب مع دولة السودان وبرنامج رئيس الوزراء في تحقيق الاستقرار والسلام والإصلاحات الاقتصادية والتنمية الزراعية. وأشار إلى أن البرنامج يساعد 4 ملايين مستفيد، منهم 1,800,000 من النازحين، بما في ذلك 160 ألف لاجئ جنوبي بالنيل الأبيض. من جهته قال مدير برنامج الغذاء العالمي بالنيل الأبيض إن برنامج التخزين الآمن بدأ بإنشاء الصوامع لتقليل فاقد الحصاد، وأشار إلى أن أهمية البرنامج ظهرت عندما تأثرت عدد من المناطق بالسيول، فحققت الصوامع فوائدها في المحافظة على المحاصيل. الآن في كوستي عشان نعلن عن بداية مشروع مهم جدا عنده علاقة بمساعدة صغار المزارعين في أنه يقللوا الفاقد لما بعد الحصاد. الفكرة بسيطة، انه بنشتغل في البناء المؤسسي لتجمعات المزارعين، بنعمل ترويج لفكرة المشروع، وبعد ذاك بنتابع مع صغار المزارعين ونتأكد انهم هم هضموا ومارسوا الفكرة اللي احنا قاعدين نروج ليها. أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قرارا قضى بإلغاء القرار الخاص باستثناء عمال ولاية الشمال كردفان من القرار الجمهوري القاضي برفع سن المعاش إلى 65 سنة. ولقي القرار الذي لا يتيح للعاملين في مؤسسات الدولة بشمال كردفان العمل بعد سن 60 استهجانا من العمال، واعتبروه تمييزا سلبية، سيما وأن القرار الصادر منح جميع العاملين ميزة العمل حتى سن 65 باستثناء ولاية الشمال كردفان. وأكد والي ولاية الشمال كردفان المكلف الصادق الطيب أن القرار أعاد الحق لأصحابه ورفع الضرر عن كل المتضررين من العاملين وأسرهم، مؤكدا أن حكومته لن تدخر جهدا لتحقيق العدالة التي رفعتها الثورة شعارا ورفع الظلم عن كل مواطن. أوصى اجتماع حكومة ولاية نهر النيل برئاسة والي نهر النيل بالإنابة عودة الشيخ الهجة، أوصى بضرورة وضع مصفوفة الولاية بشأن أولويات برامج حكومة المرحلة الانتقالية، والتي تشمل إيقاف الحرب وتعزيز السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية بجانب مراجعة القوانين والنصوص المقيدة للحريات مع إجراء إصلاح قانوني. وشدد الاجتماع على أهمية إعادة بناء المنظومة الاقتصادية بالقدر الذي يستجيب لتحديات المرحلة. وقال الهجة عقب اجتماعه الدوري لمجلس حكومة نهر النيل إن أجندة المجلس تناولت بشيء من التركيز بشأن تعزيز حقوق وواجبات المرأة في الريف والحضر، فضلا عن تمكين الشباب وتعزيز دورهم وتوسيع قاعدة مشاركتهم في المجالات كافة، لافتا إلى أن ذلك يندرج ضمن سياسات وبرامج إصلاح الدولة. وأبان الهجة أن الاجتماع خلص لتكوين اللجنة المختصة لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية على الوجه الأكمل وفق الأولويات والمطلوبات الحالية. الاجتماع كان عن 10 بنود تنفذ خلال الفترة الانتقالية للحكومة الانتقالية، ومدته حوالي 200 يوم أو 6 شهور،
وتم تكوين لجنة من الإخوة في التخطيط في الوزارات المختلفة، وهذه اللجنة حتكون في تحت رعاية التخطيط الاستراتيجي، وتم تحديد فترة بتاعت 5 أيام لهذه اللجنة لتنتهي من عملها وترفعه، وهي حتطوف على كل الوحدات والدوائر والوزارات عشان هي ترفع الخطة بتاعتها خلال فترة وجيزة 5 أيام، ومنها ترفع للتخطيط الاستراتيجي هنا في الولاية للأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي، وحيجهز الحديث عن 10 بنود خلال الفترة الانتقالية للحكومة. نظمت جمعية الأسرة السودانية دورة تدريبية للمدربين في مجال تقديم خدمات الصحة الإنجابية أثناء الطوارئ، وقالت ممثلة الجمعية منى الحسن طه إن الدورة تهدف إلى تقليل وفيات الأمهات أثناء الكوارث ومنع العنف الجنسي القائم على أساس النوع، وأشارت إلى أن الدورة صادفت الأطباء بمراكز الصحة الإنجابية ب8 ولايات للعمل على تقديم الخدمات الصحية الإنجابية أثناء الطوارئ وتدريب مقدمي الخدمة بالحقل الصحي في هذا المجال وكيفية تقديم الدعم اللوجستي المطلوب أثناء الطوارئ. هدف من الدورة دي إحنا نقلل الوفيات والاعتلال والإعاقة اللي بتحدث للأمهات والنساء والفتيات أثناء الكوارث، ده الهدف العام، كذلك تقديم الخدمات أثناء الكوارث، كذلك منع العنف الجنسي القائم على النوع اللي هي الفئات المتأثرة غالبا هي بتكون الفتيات والنساء، فإحنا مستهدفين هذه الشريحة المهمة. غير كده إحنا برضو بنوفر الترتيب اللوجستي للمواد اللي إحنا بنحتاج لها أثناء الطوارئ. غير كده إحنا برضو بنكون عايزين نضمن الخدمات بتاعة الصحة الإنجابية الشاملة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية اللي بتقدم أثناء الطوارئ.